ساحر البنت. حبابي الزوينين، شخباركم؟ الله يحفظكم ليا ويجيكم. كنقدم لكم فائزه وكنقدم لكم صوفيا الاكيد، حيت ما بقيتش باغا نبقى انا بوحدي في الكاميرا، كانت ستريسه بزاف. حدو جبت معايا صوفيا معايا ديال يبلعاني. حباب الزوينين، كنت جالسه ما بيا ما عليا، واخر مره دار فيا مقلب هو وماما، وما بقاش كيتشد ليا صوفيا كاع، وانا نجيني واحد الفكره جهنميه قسما بالله وحاشاكم قسما بالله. الا كتجيني واحد الافكار ملي كنكون غير في الطواليت، سبحان الله العظيم حاشاكم، ولكن نقول لكم الصراحه كنبقى في الطواليت جالسه كيبقاو يجوني الافكار، سبحان الله، قولوا سبحان الله العظيم. صافي هذيك كتجيني واحد الفكره اللي هي شنو هي اللي هي، ولكن الفكره اللي انا فكرت فيها خاصها تكون ملكه التمثيل، خاصني نكون ملكه في التمثيل الا بغيت يصدق ليا هذا البرانك، حيت صوفيا ما بقاتش كدير به. الا قلت لكم شي 4 ديال المرات ماما كتبغي دير فيا وبابا، وكيقتلني بالضحك، يقول لي راه خسرت لهم الفيديو، وصافي داك الساعه راه ما كيبقاش لومبيونس في الفيديو. تخيلوا معايا الفكره اللي جاتني، اللي هي اللي قلت لكم خصني نمثل فيها ديال بصح، هي الحباب بان واحد السيده انا كنعرفها بين قوسين، يعني ضحك عليها شي واحد بالغلط وعيطت ليا، وتعطيني مثلا يا واحد المبلغ لي سفيان خاصو يسترى، لانه الوالدين ديالها والخوت ديالها صعاب، وهي وصلت لواحد المرحله ديال الانتحار. يعني انا ملي غادي نجي عند سفيان غادي نحاول نترجاه يستر هاد البنت، لانه بقات فيا وحطيت بلاصتي في بلاصتها اخويا، ونحاول ندير الماكسيموم ديالي ديال التمثيل في هاد الفيديو، ونقدر المهم ندير شي بصله ولا شي حاجه، المهم خاصني نمثل ديال بصح، حيت هاد البرانك الا صافي حتى هو مشى غنعرف راسي زيرو في التمثيل، غادي ندير الماكسيموم ديالي، غتشوفوني اللي في جهدي غادي ندير. سفيان يا غيتقبل ياخذ البنت بواحد المبلغ اللي هي لاباس عليهم، واحد المبلغ الكبير، ولا سفيان غيكون عرض ديال هادشي. ما عرفتش ردة الفعل ديالو، ولكن خاصة تكون تمثيليه خطيره في هاد الفيديو، وندير الماكسيموم ديالي باش يصدق ليا. على كل حال نبغي نشكركم على لي كومونتير ديالكم، على التفاعل ديالكم، على الناس اللي كيبغيو عائله الطاهرين نموت عليكم واحد بواحد. خليكم معي في البرانك، ما طولش عليكم. حاجه اللي بغيت نقول لكم، لي ستوري ديالنا انا وسفيان، اليوميات ديالنا انا وسفيان ما يمكنش نحطو يوميا في اليوتيوب، حدو غتلقاو لي ستوري ديالنا ديال اليوميات ديالنا في الانستغرام. الناس اللي باقي ما مابونيش عندنا في الانستغرام، الانستغرام. وبالنسبه قبل ما غادي ندوز البرانك، الناس اللي بغاو الاعلانات نخلي لكم نيميرو ديال سفيان المناجر ديالو، وانا نيميرو ديال المناجر ديالي، اللي بغى اي اعلان مرحبا به، تواصلوا مع لي مناجر، وان شاء الله نتمنى لكم فرجه ممتعه، كل الحب والاحترام لكم، نتمنى من الله يصدق لي المقلب، نموت عليكم واحد بواحد. عرفتي الحباب عييت نفكر فين نحط الكاميرا، ما لقيتش فين، اضطريت باش نجي لداري، لانه كاينين داكشي ديال الصباغه وهذا الطروات ديال الصباغه وداكشي بزاف، والخشب واللعيبات غنحاول ندير قوست منهم. صافي ندير راسي كنشطب واللعيبات، جبت بصله اللي نديرها في عيني تولي حمراء، وغادي شوفوا ما تخافوش عليا في التمثيل، ها نتوما كلشي تشوفوا. فوالا انا فيكسي الكاميرا، ديجا عيطت له قلت له فوالا سفيان دابا شي عندي ومخلوقه بالبكا، قال لي شنو كاين، قلت لها شي ماشي ديال التليفون، انت اخويا خصك دابا تجي لعندي، عرفتي، قال لي دابا انا معاك. المهم نحاول نفيكس الكاميرا، خليكم معايا نموت عليكم. حبيبي بنتي هذيك البلاصه صراحه اكثر عيق، لانه جات من الوسط ديال الصالون، حاولت نحول عاوتاني كلشي هنايا باش يكون داكشي واعر، غادي نبقى نطلع عليه من تما
A few moments later. ومن تزوج بالإنسان اللي كان بغي
ولدي بغاها قلبي، انا ما نتسولش حيت هذه لاباس عليها، هذه خايبه، هذه زوينه، تكون جد اصل ديال مولاه تمها كيف ما كانت، يكون قلبي بغاها. هذيك انا نقول ماما بالسلام اللي فيها ولا موت خطبي ليها. اعتبرها انت بيزنس، خذ مثلا واحد 20 ولا 15 مليون ولا شي حاجه خذها بيزنس شهرين. تسمع عليا مجوج انا. وي بشهر علي ستل بنت بحال بغيتي انت دابا روح عزيز عند الله تمشي تسلق راسها ما ينطلقش. علاش واش انت تسلقتي ولا خليك العقل؟ واش انا خيس عليا راسي تنضهاش ولا لا؟ انا كنت راجل الله يتستر عزيزي الله يتستر. من اللي فايزه متعصبيني؟ عصبتني شو تجيش عندي وتقاسلي؟ ما تبقيش قاسلي، ما ديريش لي هادشي، ما ديريش لي هادشي، عطيني ابتسام، عطيني ابتسام. انا شكون انا عتقتكم؟ اش كنتي غتشافي يا سعد الذي في عمرك عرفتي اخر من بعض؟ قعدت فيا ندوز عليك. لا ما تدوز ليا حتى وحده انا، الله يحميك الوالدين، انا ما غنتزوج حتى وحده. انا قلت لك. شوف شي صاحبك الا كان طماع ولا شي حاجه، قول له تعطيك البنت تاع 10 مليون. قولها لي، راه كيبنوا الدراري بحال هكا شهرين. ويطلق راسو فين ما تنتحرش، السيد مشى ما بقاش الاثار ديالو كيبان. الاثار ديالو ما بقاش كيبان. اش نقول لك هذه اللي عندها 15 مليون، 15 شنو؟ 15 مليون. باغا تعطيها هذه هذه قادره تنتحر. قالت لك تبيع لاباس عليها عاد. يقول لك لاباس عليها تمشي تشد باسبور تمشي لشي بلاد وتجلس تما المنيا وهانيا. شنو غاد؟ سوفيا واش نقول لك البنت؟ ما كيخليوهاش خوتها المدرسه ديالها ولا لاباس عليها. فاش كانت تعرف انت وفاش كانت الحلاوه وداكشي فاش كان عقلها. سوفيا مسكينه فاش كانت تقول مسكينه، انت عارف مسكينه، انا مسكين وانت مسكينه. كنا مساكن ما سقطتش فوق التحفه ما سقطتش فوق الدنيا. خلاص خلاص كان الله يرحمك الوالدين يفهمني ودابا يفهمني انت شوية حلالي. لا هضرتي والله تمشي صافي سير مصري يا ولدي سير صافي سير صافي سير صافي سير هادشي ديالك ما عجبنيش انا كنقول لك صافي سير اخويا سير صافي سير انا نشوف شي واحد ولا شي حاجة. اش غادي نمشي انا على ود هاد البنت هادي كتقول لي سير دابا انت بحال هكا تقول لي هاد البنت بغيت تنتحر ما عندها حتى شي واحد وحنا تقت فينا انا وحنايا زعما كنديرو لك شي فيديو شي بوان ما كاين منطق حتى شي واحد. دابا بلاتي دابا غير كوني معايا دماغ يا بلاتي حيت دابا هي دورات معاك بنتي بنت ويا بنت وعاطفه وداكشي اش كدير اش كدير اش كدير انا اختي بغيت اش كدير شنو دير بيها حيت بغيت كنضرب شراسك كتقول لي باش انا بغيت كنسيتي بلا بكا كنضرب كي ما راسي هكا تعرفي باش تتعصب كنضرب راسي انا ما تبقيتش تبكي عاودي لي مزيان دابا يا بلاتي دابا انا غير نشرحي نفهم باش انا نستوعبك انت نوع البشر كي داير سمعتي دابا انا بغيت نعرف فين تبكي دابا انا جايبه لي مطارده ياك واجي صوفيا وقع واحد المشكل صوفيا ما تشتريش بشي صاحب كتولي تعاون معاه شنو هي وليت حاجه نقول كلمه كبيره الله يعاقب شبوك الكلب شنو وليت انا نشوف انا الحمراء عطيتيني انا شي حاجه خايبه شنو عطيتيني انا ما تعرفتوش صاحبك حسيت بيها صوفيا يحس بيها واش دابا انا باش نقول والله حتى قتلوها وانا ما سمحتيش وليت الذنب يستاهل العقوبه مزيان والديها يجي تخدين واحد الكلبه الاخرى خاصها تعرف راسها واعيه تكون دي نمار واعي على عنده الفلوس ومن العقل يكون كلاس انا ديما شي العقيبه في هذا الشيء الانسان انا خديتها راس في حياتي الانسان ديما يشوف الحاجه اش غتوقع قبل ما ندير غادي ندير هذه المساله عرف بلي اش غتوقع ونعطي احتمالات في دماغي نقول هذا السيد يقدر يجي يقدر ما يجيش هذا السيد يقدر يتبلى عليا ويقول لي باي باي ويقدر انه يقول لي سالينا ديما نعطي احتمالات لراسي ماشي يكون ديك الساعه الحلاوه عاجبني وداك الشيء ونخرج وكذا والبنات تش نمشي من هنا ونمشي فين بيبي فين الحلال وعاد طحان ومنين السيد يمشي الله يعاونو نبكي ونقول اش قلب على لي سيدي مالنا وريح الحمار الكلبه وعيط لخوك الخوك باقي عازب باقي ما تزوجش اول تزويجه ديالو تزوجني وحده ونقول لك الدم ديال امك كتخلي لنا خير شي حاجه ما زويناش مفرتك انا خدها انا مخلي لي الشياطه انا ناخذ شياطه على ود الفلوس دابا انا خوك كيتبع بالفلوس كون بغيت الفلوس لبنتي كون درتها شحال كون درت الفيلمات وداك الشيء وحنا راك عارف في لي ريزو سوسيو داك الشيء اللي كيجيك لي ميساج وكذا غير بنت الهام وفات الهام وكذا وما كنتسوقوش لداك الشيء حيت انا بغيت نطلع درجه درجه هذا طويني بيتي كنقلب على مشروع وندير اقسم لك يمينا بالله ما عمرني ناخذ فلوس من هذا الشيء واخا نموت واخا نعرف اقسم لك يمينا بالله تنموت وناخذ فلوس من هذا الشيء ناخذهم دراعي الله يجعلني نبقى تحفه باقي ما درت حاجه باقي نبقى بشويه بشويه حتى ندير داكشي اللي انا في دماغي كون بغيت
شحال من خطا كيجيو لنا شي حوايج بما انها من الله، ولكن كنقولوا حنا غادي نمشيو بالحلال. اش راه واش يا هادشي كله خوك الخاس؟ هادشي اللي انا خويا ما كيفاش غيتزوج، ما كيفاش غندير له واحد الفرحه غندير له كبيره. هادشي كتقولي انا خد وحده ومصيبه حلال، الله يعفو عليها والله يستر ليها وتعي معاها وانت قويها. قول لها في الاول، قول لها الخطا اللي درتي هو الخطا والخطا والخطا، ولكن ابخي قول لها كبر راسك، ثق بوالديك، غلط درتي كلشي كيغلط والبشر خطا، حنا ماشي ملائكه كلشي كيخطا كيخطا. حتى بلا تطلع راسها مزيان يجد خواتك مزيان ابخي صافي، دير مستقبلك وقع لك الواقعه، دير مستقبلك وحشني شويه واحترمي نفسك وسالينا. دابا مالك دابا؟ مالا؟ اجي واش تسطاتي؟ اجي واش تسطاتي شحفت كتخليني هكا كنبكيش الحمار؟ والله ما سمعت هادشي اللي كانت تيلا تقول لي اسكت. والله إلا علمت الله عليك إلا بقيت دابا الله يعطيني أنا مصيبة إلا بقيت. يلا. يا بنت الحلال الله يعيش تبوك. يا بنت الحرام. صحابي يتزوجوا بك، فربك اسفيه من اجل ديالك.
فكر معايا في شي سوليسيون، واخا ما بغيتيش تفكر معايا، نفكر نفكر. انا راه تسقطني البنت، راه دابا انا اللي حبستها، راه كانت تشرب عمران ديال الفاني، انا اللي حبستها. غير فكر معايا، غير فكر معايا. دابا هو محلف لك بالله على ليطات البنت، دابا تشوفها والله ما تلقى فيها هاد ليطات اللي انتي فيها دابا، حوايج باش كتوسخو في قلبها. البنت يومين من اساس، البنت يومين تنفض ليا الحوايج، الحوايج يتحرقوا يا ربي امين. واش تنفض ليا الحوايج بقى لي انا اخر همي هو الحوايج، اسكت شنو نيتي؟ علاش انا يخدمش هاد الحوايج؟ دابا شنو غادير معايا من الاخر؟ غاتوقف معاها تجوج بها انا؟ ايوا انا على الله وعلي. من انت ما بغيتيش هاد القلب لا علاش صاحبي اهلا. والله قسما اهلا. الا درتي التكميم تسلسعتي وحق لي ان الله الا تسلسعتي. دابا من الاخر بغيت نعرف جوابك هاد لي سوا. اي والله ترى هادشي ولا فيك ماشي. دابا صافي انا فقت دابا فقت. لا فقتي وفي زاد راه ماشي هي تفيك. يلا دابا انت شنو غادير؟ راك وليتي مفرفه. شو عاوتاني لك شي سير. دابا شوف انا اقسم لك يمينا الله يرزيني في ميتي الا مشيت دابا الا رجعت الله يعطيني مصيبه ما غنرجع. شحال ما غاديش نرجع، غير هو اللي كنقول لك ديها في راسك في الوقت، وديها في حياتك، وديها في مستقبلك. والانسان فاش كيدير غلط كيتعلم. ووقف مع خوك، ووقف مع خوك. شنو وقف معاها؟ شنو الحزه؟ شنو وقف معاها؟ هي تزوج بها وقف معاها؟ بعد الله يعطيك سيدة انت دابا الشطابة راه لا كبيرة راه ما تقيسنيش، ما تقيسني ما نقيس ندويو هكا ندويو بحال هكا. يا ربي ودني 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 ما بقيتش باغا صوتها في ودني، 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 ما بقيتش باغا صوتها في ودني يا صوفي، ما بقيتش باغا صوتها في ودني. اش داني هادشي واش داني تعرف عليه واش داني تبقى فيا اصلا؟ انا ما بقيتش هادشي كامل يا صوفيا، ما بقيتش هادشي كامل. لا خويا صوفيا لا بعد رجعتنا سيدتي اللي قلت لها صوفيا لا علاش دابا علاش هادشي؟ علاش دوزت شنو صافي ما تقولش معاها سيري قولي يا ماما جميله انا بغات نتزوج بك صوفيا كي جيت كنت تمثل تقليد عليك. لا ناضي انا خلعتيني. عرفتي شنو؟ انا علاش خلعتيني؟ حيت واش شدتها كخيز، حيت هي في هذه العمليه كتشد واحد الكخيز. منين شفتها بحال هكاك قلت لها مشيت عندك تشد شي كخيز، قلت هو والله تعرفتك كترجع، عاد تنشوف الفيديو قسما بالله حتى عرفته يرجع حيت عرفني كنت انورمال. هي فيها هادشي فائزه، هي ديما كتقول لك كيبقى فيا الناس وكذا، انا مش كاع مقلب، حيت هي في شكل هي ودينا كتعاود لي شي حاجه صافي كتيق وتبقى حنينه في الباس سورتو البنات، هي مع البنات خط احمر ما تبغيش لي اديهم ما تبغيش لي لانه بحالي بحالهم ما يمكنش كتبغيش كتقول لك انا البنت كتكون ضعيفه وكذا كنبغي ولكن ما اسو بوان بحال هكا لا ما يمكنش. وتا الراجل ما غيقبل انه بحال يتزوج على ود الفلوس ويتزوج على هادشي وكل وكلا وشخصيته يمكنش. هي شوف انا هضروا هذا واحد الميساج اللي بزاف كاينين دراري اللي كيطمعوا بنات في الفاتي ديال الزواج وكيطولوا معاهم العشره وابخي صافي كي داك الحب كيولي ولف وحب وبزاف ديال الحاجات. ملي كيوقعوا في هذا المشكل السيد كيمشي ويخليها ميرا. شحال من واحد تيقول ولهذا البنات شوف شوف زيرو شوف لا ثقة في عشيرة. انا واخذها هذه في حياتي اقسم لكم يمينا بالله، اقسم لكم يمينا بالله البنات، ويكون شي واحد كيبغيكم والله القاسم الا اول حاجه ما يقدرش انه يقيسكم، هذه اول حاجه ما يقدرش يدير معك شي حاجه قبيحه، لانه كيقول هذا الانسان هذه بغيت نشوفها في الاحلام، بغيت نشوفها في الزواج، يعني ما كاينش ديك زعما انه انا كيبغيني اجي صافي هانيه وكذا. والله القاسم لا قليل نسبه ديال واحد 0.01 اللي غيقدر انه زعما يدير هذه القضيه.
والزواج اللي كيبقى انه مجعجع بيك الراجل عام عامين ثلاث سنين شنو هو هذيك؟ هذيك ما بقاش هذيك ولات بحال بحال اختو بحال امو ما فهمتش. صافي الانسان كيبغي واحد الانسانه وكتبغيه كيتزوج وهادشي اللي كاين. ايوا يا الحباب طولتي بزاف يا اللي ضراتني. قلتي يا بير حلف لا لا كاين هذه عشاني زعمي العيني عيني ما بغاش تحل عيني ما بغاش تحل بعدا بالبوصله في اول مشي وكتبكي والبصله درت البصله ضراتني في عيني ماكياج كاع مشى والله حتى كتبكي يا خوتي قسما بالله كنت انا شكون هادي كاع اللي غات دابا حتى ليا ما توقيناش انا وياها انا كنقاد في البيت وهي كتقاد في الدار وهذا الشيء مع المعلميه وانا كنقاد مع الصباغ وكنحاول ندير داك الدريسينغ اللي قلت لكم غنحط لكم فيديو فيه كل شيء وفيه الحوايج حتى اللي شريت بلي ديطاي قصطعتينا براسنا سوفيا الناري وينكم الا شريت الحوايج وقلت اه بيان سور قلت لكم زعما ما بقيتش عرفتها كنعرف زعما كدير مع سكينه ومع لي زامي ديالها ولكن ما عرفهمش الاسماء قلت لكم شي واحد والحباب والله تخيلوا معايا والله ما شكيت مقلب نهائيا ما شكيتش فيه ولات كنشك لا لا ما تسالتي خاطير وانا يا حلفت حتى نعطي في هذا الفيديو اكثر من الطاقه ديالي. حباب الزوينين الى الفيديو الجاي ان شاء الله نحماق عليكم سوفيا ندارت به والسلام عليكم. لو انت كنت على جرى تزوجي بها لا لانه صراحه الله في خاص البنت تكون وانا واحد العيبه اللي متحكمه في المشاعر ديالها واحد العيبه اللي بغيت واحد النقطه نقولها هو انه انا تنموت على لي كوبل اللي يتزوجوا بجوجهم كيبغيو بعضياتهم يتزوجوا عن حب من غير انه الحب ولا بدا كيكونوا فيه مبادئ واخلاق كيكونوا داكشي يعني البنت ولا بدا كتبغي تطيح في واحد من الناس اللي يكون عنده شويه فين تعيش ما غاتعيش فعاوتاني حنا في 2024 الوقت صاحت وخيبه خيبه الوقت ولات ولكن يتزوجوا عن حب لانه فاش كتمشي للمحكمه غنمشي نقضي واحد الغرض انا وفائزه كتسمع غير الطلاق 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 ما يمكنش والولاد دوك الولاد اللي كيضيعوا الله يسهل لكم الله يحفظكم ويجيكم وصبروا على بعضياتكم اللي مزوجين الله يعطيهم السعاده واللي باقين في الفتره ديال الخطوبه ولا باقين بلا زواج الله يسعدكم في وجهك مخطوف يا زكا لا ما معجبنيش الحال باغا تزوجني وحده صحه وكنقولش ديت الصطاط حباب زويواني نموت عليكم الى الفيديو الجاي ان شاء الله.